بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بالعيد منتقي مباشرة من عمالة سيدي عثمان. فدا المسابقة ديال مدينة ديال الطاح ناحية العيون وتحت اتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي اللي كتواجدوا عند البطل ديالنا طوبة اللي تيديكلاري فدا المسابقة ديال مدينة ديال الطايح ففي توقيت جيد، ومبروك عليه في هذا الديكلاراسيون. الاخ طوبه ورينا الحمامه، هذا هو الكاشي ديال اتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي 2014. مبروك عليك الاخ طوبه، ورينا النيميرو ديال الباك عافاك. هي 2013 17 467 2013 17 467 2013 2013. مبروك عليك الاخ طوبه، وبغيناك تقول لنا المشكل ديالك في هذه المسابقه. جينا نديروا لك ديكلاراسيون ولقينا الكوستاتور ديالك غير مشغل، عنده شي عطب ميكانيكي ولا المهم ولا من اللجنه التقنيه. بغيناك تصرح لنا. السلام عليكم. دفعت الحمام نهار 3 كيما كلشي كاع المواليع، حتى انا تنتسنى نديكلاري. شكون كريم على اجلك؟ تسنيت هاد المفاجاه هادي هي طرات. حمامه منين نزلات باش نديكلاريو بها الكوستاتور ما تكون ما تضبطش فيه الوقت. جينا خدمنا الكوستاتور ما تيشدش، يعني مشى كلشي. ديكلارينا بحمامه في اطين طوب نمره سيريه الباك، وعلمنا بها في التليفون وعلمت اللجنه ديال المراقبه، وعلمنا لجنه المراقبه كلهم هنايا شافوا الحمامه. هذا هو الكاشي ديالها كما كتشوفوا معنا في الشاشه. الحمامه راه لعبه المسابقه ديال المدينه ديال طاح، ما كاين لا مشكل لا والو. التصريح ديالو كان جيد. تنشكرك بزاف، تنشكرك الاخ باش المشاهد الكريم باش يعرفوا. الله يسخر الجميع. هذاك الشيء اللي كاين، بغيناك تعطينا شي توضيحات في هذه المسابقه. وانت كتحضر ما حضرتيش في الديكلاراسيون؟ ما حضرتش في الديكلاراسيون، كنت خدام ميكال الاخ ديالي. الحمامه مزيانه، لا فورم ديالها مزيان، يعني تلقى راه لا لا مسابقه مزيانه، والحمامه حتى هي من المستوى الرفيع. الله يسخر لك في هذه المسابقه. مزيان. الحمامه راه ضاربه الطريق. الله يسخر. الاخ بغيناك تورينا السلاله ديال هذه الحمامه، الاب ديالها والام ديالها. السادة هذه هي الام ديالها، البرتغاليه 2011. سرح لها جناحها الاخ عبد الصمد من تحت. الله يسخر، حمامه ممتازه. لا بروديكسيون اش معاه مدى البروديكسيون ديالها؟ 2011. والام ديالها اش مسلاله فيها؟ هذه الام. هذه الام. هذا الذكر اش مسلاله فيه؟ حتى هو برتغالي. هذا الانجاز اللي داير في البرتغال شنو؟ هذا داير كاتريام. ضارب كاتريام في 666 كيلومتر. 666 كيلومتر المرتبة الرابعة. بالنسبة للبرتغال. الله يسخر. لعب في 557 حمامة. هذا هو العدد فاش لاعب فاش ضرب كاتريام. تشكرك الاخ. الحمد لله داز عندنا العام مع التجويجه مزيان. كانت بنت من نتوا دارت اونزيام دو فوا، دارت اونزيام في كيمتانوت، اونزيام في ارقانا. كانت بنت مع نفس النتوا، كانت مع النتوا ديكلاريت بنتو شطرات في تيس، ودابا هي ديكلارا في المسافه. الله يسخر. الابطال ديما تيبانوا في المسابقات الحرجه وما يسمى بالمفيطه. تشكرك بزاف على هذه الديكلاراسيون، وتتصبح من الابطال ديال المسافات الطويله في الجمعيه، جمعيه الوفاق. جمعيه الوفاق، مبروك ليك ومبروك الجمعيه ديال الوفاق. وتحضر معنا ديال الاخ ديالو هو اللي كتشاهدوا معنا في الشاشه. الله يسخر لكم، مبروك عليكم هذه المسابقه. وكيتواجدوا معنا بعض الاخوان حتى هما اللي كتشوفوا معنا في الشاشه. الله يسخر ليه. وتحضر معنا حتى واحد البطل بوه غني على التعريف، كلشي الناس هنا في مدينه ديال الدار البيضاء تيعرفوه. وكما كتشوفوا معنا هذا هو اللبس المتواضع ديال الاخوان الطوبه عن جمعيه الوفاق. الله يسخر ليه في باقي المسابقات المتبقيه في السنه القادمه بحول الله. وهذا هو اللبس ديال الذكور كما كتشوفوا معنا، اللبس
لوفت جيد. الله يسخر لي هذوما الحميمات ديالو اللي باقي عنده الحميمات. هذا البطل ديالنا خدام هاد السنة، خدام مزيان ومعروف هو بالمسافات الطويلة. الله يسخر ليه. لوفت جيد. هذا اللوفت كما علنا عليه ما قبل، اللوفت ديال الإناث ديال البيشوارات. الله يسخر ليه. هذه هي سبوتنيكا ديالو ملي كيدخل الحمام. الله يسخر. هي اللي اختجتني مضروبه بكل ميم. وتيحضر معايا البطل كريم اجلاني اللي كيتواجد معايا في العمليه ديال الكونترول في اتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي. شي كلمه في حق طوبه. تبارك الله. كنتمناو ان كنهنئو بهذا الانجاز هذا الحمام اللي حققت هذا الانجاز. كنتمناو رغم المشكل اللي وقع ليه فكنتمناو ليه ان الحمام ديالو حققت هذا الانجاز. وانا الجمعيه ديالو خاصه نصفو وكذلك الاتحاد غادي نصفو ان شاء الله، لان الحمامه كاينه والديكلاراسيون ديكلارا في اطينطون التوقيت ديالها، يعني التوقيت ياخذ من اطينطون في بعض النوامر الاخيره ديال البال. فكنهنئوه وكنقول ليه حد موفق. وشكرا اخ تشكرك وتشكر الاخ طوبه على حسن الضيافه ديالو لينا، وتشكروا جميعا ليكوفوير ديال اتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والابطال ديالها كاملين. وتنشكروا الاخوان اللي ساعدوا في هذه المسابقه هذه. تشكركم بزاف بالاسم ديالي بالعيد منتقي الناطق الرسمي لاتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي. نستودعكم الله والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع بطل اخر. الى اللقاء.